محاضرتنا اليوم هي تعتمد على استوكيومتري، ونسوي موازنة للمعادلة الكيميائية right and balance. نكتب معادلة كيميائية ونسوي موازنة right and balance chemical reaction equations. نعرف know the products of common reactions given the reactants. إذا نأخذ المعادلة المواد الداخلة نقدر نعرف المواد الخارجة، و calculate stoichiometric quantities of reactants and products given the chemical reaction، ونقدر نحسب كميات المواد الداخلة للمعادلة وكميات المواد الخارجة اعتماد على الموازنة اللي أخذناها سابقا بالمحاضرة السابقة. و define excess reactant، نعرف الاكسس reactant شنو، و limiting reactant نعرف المادة المحدودة شنو هي limiting reactant، و conversion التحويل شقد، نسبة التحول شقد conversion، و degree of completion اللي هو نسبة انجاز او تحول المادة الكيميائية، واليلد الانتاج في المعادلة، ورقم 5 identify the limiting. بعدين نقدر نحدد limiting reactant المادة المحدودة excess reactant، ونحسب percent excess reactant، ونحسب نسبة التحول، ونحسب كمية المادة اللي صار بيها تحول percent completion إكمال، واليلد الإنتاج، واليلد الإنتاج، وإذا كانت المواد هي ب non stoichiometric products، وكالكوليت the amount of products or incomplete، وممكن نحسب كمية المواد اللي هي تكون التفاعل غير كامل على فرع the CH4 زائدا اكسجين يعطينا CO2 زائدا ماء، هذا combustion reaction H2، H2 C1 هنا 2 هنا 2 4 هنا 2، هذه معادلة صارت متوازنة، معادلة صارت متوازنة، 1 ينطينا 2 زائد 2 ينطينا 1 واثنين ما على فرض ان 10 غرام مول ينطينا 2 زائد مطلوب 2 في 10 هذا غرام مول اكسجين، وينطينا 10 غرام مول CO2، وينطي 2 في 10 غرام مول ما، فعندنا 10 غرام مول من الميثين تحتاج الى 2 في 10 20، هي 20 غرام مول اكسجين، وعشرة CO2، وعشرين ماء يعطينا 20 ماء. هسه على فرض عندنا المعادلة هبتين C7H16 زائدين اكسجين يعطينا CO2 زائدا ما زائدا، اذا نسوي موازنة C7 هنا 7 CO2 وال H16 هنا 8 2 16 ل 16 وصار عندنا 14 اكسجين و 8 اكسجين 14 8 22 فمعناها هنا 11 حتى تصير 22 اكسجين، فسوينا موازنة C7H16 C7 خلينا هنا 7 وال H16 خلينا هنا 8 ونحسب الاكسجين 14 و 8 22 وبالتالي هذا صار 11، صار عندنا هذا 11. هسه الواحد مولكيول تحتاج الى 11 مولكيول،
ولا وتنتج لنا 7 مولكيول وتنتج لنا 8 مولكيول من الماء، او عدد افوكادرو 6.023 في 10^23 من الجزيئات يحتاج الى 11 في عدد افوكادرو وينتج لنا 7 في عدد افوكادرو وينتج لنا 8 في عدد افوكادرو. 1 غرام مول زائد 11 غرام مول يعطينا 7 غرام مول و 8 غرام مول. 1 غرام مول و 11 يعطينا 7 غرام مول CO2 و 8 غرام مول ماء، و 1 كيلو غرام مول نفس الشيء يعطينا زائد 11 كيلو غرام مول أكسجين يعطينا 7 كيلو غرام مول CO2 و 8 كيلو. هاي كلها على المعادلة الموجودة هنا. وواحد باوند مول من هبتين يحتاج الى 11 باوند مول اكسجين يعطينا 7 باوند مول من المعادلة هذه، 7 باوند مول CO2 و 8 باوند مول ماء. واذا 100 غرام من الهبتين 100 غرام من الهبتين، والهبتين اذا نحسب الملكرات مالته، المهم 100 غرام من الهبتين يحتاج الى 11 في 32 غرام الملكر ويت اكسجين، ويحتاج ينطينا 7 في 44 CO2 و 8 في 18 ماء ينطينا هنقد ماء. اوكي، كل هذه من الاستوكيومتري. المعادله سوينا لها موازنه، ونعيدها مره ثانيه. هذه 10، هذه 11، هذه 7، هذه 8، سواء بالغرام مول او بالكيلو غرام مول او بالباوند مول. اذا تريد تحسب الموليكولات مع C7H16 7 في 12 يساوي لنا 7 في 4 84 زائد 16 اضيف له زائد 16 يصير ناتج هو 100. هذا موليكولات C7H16. فإذا تأخذ 100 غرام تقسمها على 100 يعطينا 1 غرام مول من C7H16 من الهبتين، من هذا الهبتين. هسه الاستوكيومتري تعريف شنو؟ Stoichiometry deals with the combining weights of elements and compounds. تتعامل مع كميات من المواد المتفاعلة الداخلة والمواد الخارجة. والratio اللي اخذناها ايضا تحتاج الى موازنة حتى نسوي تفاعل ونحسب الكميات. وكل وحدة ايضا تتعامل ويا الاخرى اعتمادا على الموازنة. هذا CO2 زائدا ماء، C1 H2 2 ب2 4 فصار عندنا 2، فسوينا لها موازنة. هذه الاستوكيومتري موازنة، ومنها نقدر نحسب كميات المواد الداخلة وكميات المواد الخارجة. على فرض عندك الهبتين C7H16 زائد 11 أكسجين، هذا سوينا الموازنة السابقة يعطينا 7 CO2 زائد 8 ماء فإذا الميكرويت مالته إذا خليه هذا 100،
هذه 32، هذه 44، هذه 18. فإذا أخذنا 10 كيلوغرام من C7H16، 10 تقسيم 100، هذا يعطينا قسمة على المولكر ويت مالته على الكتلة المولية، يطلع 0.1 كيلوغرام مول C7H16. وعلى الموازنة بعدين، على الموازنة عندك ال CO2 الناتج، CO2 الناتج راح يكون هو 7 مضروب في 0.1، وهذا يطلع 0.7 كيلو غرام مول. هاي من الموازنة 7 جبناها، و 0.7 نضربها في الكتلة المولية للCO2، الكتلة المولية للCO2 يطلع 30.8 كيلوغرام CO2 ناتج من التفاعل. إذا تحسب الماء، تحسب الماء، الماء هو 0.7، هذا الناتج هو 0.1، الهبتين 0.1 تضربه في 8 يطلع كيلوغرام، وتضربه في 18 وميكرويت مال تحت يطلع كيلوغرام للماء، كيلوغرام للماء. هذا تفاعل سوينا له موازنة واخذنا 10 كيلوغرام قسمناه على الكتلة المولية تطلع 0.1، ومن المعادلة هذا هنا 0.1، اذا هذا 7 في 0.1، وهذا 8 في 0.1، وهذا 11 في 0.1، و 7 في 0.1 ضربناه بالكتلة المولية للCO2 حتى يطلع 30.8 هذه كيلوغرام CO2. Use of chemical reaction. يقول الهبتين اللي هو C7H16 صار باحتراق، انطانا CO2 هذا زائدين اكسجين وزائدين ماء، زائدين ماء و اذا سوينا الموازنة C7 والH8 14 و8 11 هنا زائد 11 CO2، هذا المعادلة هنا متوازنة. يقول in combustion of 15 CO2 is produced. Assume you want to produce 500 كيلوغرام of dry ice. تريد تكون ثلج جاف 500 كيلوغرام. و 50% من CO2 ممكن تحوله إلى dry ice. It's converted to dry ice. 50% منه من هذا التفاعل من الناتج CO2 50% هذا تحول الى دراي ايس، الى ثلج جاف. How many kilogram of heptin تحتاج per hour؟ قد تحتاج heptin per hour؟ فانت عندك الانتاج، عندك انتاج 500 كيلوغرام هذا دراي ايس، دراي ايس. ويقول هذا الدراي ايس مثل نص المادة المنتجة، نص المادة المنتجة معناها هذا نضربه في 2 يطلع لنا 1000، يطلع لنا 1000 كيلوغرام هذا دراي ايس، يطلع لنا 1000 كيلوغرام دراي ايس، 1000 كيلوغرام هذا دراي ايس. الالف 1000 تقسمها على 44 على الكتلة المولية للCO2 يطلع 22.727، هذا هو كميته كيلوغرام مول CO2، كيلوغرام مول CO2. إذن هذا CO2 هو
22.7 الهبتين ايش جيت؟ الهبتين اذا هذا واحد هذا 11 هذا 7 هذا 8 اذا الهبتين واحد على 7 من هذه الكميه. الهبتين تمثل هبتين سي 7 اتش 16 اتش 16 يساوي 22.727 تقسيم 7 تقسيم 7 يطلع كمية الهبتين اللي هي 3.246 هذا كيلو غرام مول هذا كيلو غرام مول. لاحظ ال CO2 هاي كميته هذا واحد هذا 7 إذن الهبتين هو واحد على 7 من CO2 قسمنا على 7 ونضربه بالمولكر ويت 3.246 تضربه في المولكر ويت مالته هو 100 الكتلة المولية للسي 7 600 يطلع 324.6 كيلوغرام هبتين سي 7 اتش 16 هذا قريبا 325 او 324.6. عايده مره ثانيه عندك 500 كيلوغرام تحول دراي ايس ضربناه في 2 لانه هذه تمثل نص الكميه اذا كميه CO2 الكليه كمية CO2 الكلية هي ألف قسمنا على 44 على كتلة مولية CO2 22 و22 قسمناها على 7 3.246 ضربناها في 100 تطلع 324 كيلوغرام مول للهبتين.